الاثنين نيلي؟ نيلي كريم وغادة عبد الرازق. الاثنين بحبهم. لو اتعرض عليك عملين مميزين والاثنين يعني اتقل من بعض العملين ودورك فيهم بطولة، تختار مين تكون نجمة العمل؟ غادة عبد الرازق ولا نيلي كريم؟ لا انا دايما كل سنه بعمل غاوي اعمل مسلسل، بس انا ممكن عشان خاطر اعمل مسلسلين. بس غاده برضو غاده تاريخ كمان، غاده بالنسبه لي انا تاريخ قبل نيلي، حتى من قبل سمار. انا وغاده طلعنا مع بعض على المسرح، يعني عايشنا مع بعض زي يعني كاننا عيله. قعدنا على المسرح حوالي 3 سنين في حوضه كرامه، كان اول ظهورنا يعني. فانا عارف غاده وعارف تطورها كمان كممثله. غاده ممثله تقيله. بتلاقي نفسك كفنان اكتر او مين بيفهمك اكتر فنيا، غاده ولا نيلي؟ بص انا سريع التفاعل كيميائيا مع زمايلي، يعني هتيجي مع عمرك ما تقابل ممثله قالت ما عرفتش اتعامل مع احمد وفي. طيب سؤال بصراحه، مين رقم واحد فيهم؟ ما فيش رقم واحد فيهم. القمه في مصر تستحمل كمان جنب الموجودين. انت دبلوماسي قوي يا احمد. لا بس الحقيقه مش عارفه اصطادك. استعرف انا ضد فكره مصر، اصل صعب جدا المقارنه بين مواهب. ممكن تقارن بين ممثله ما بتعرفش تمثل وممثله بتعرف تمثل، فتقول دي ما بتعرفش تمثل ودي بتمثل. لكن في الموهبه صعب انك تقارني بصمتي ببصمه حد تاني. كل فنان بدل ما وصل لمرحله ان هو بقى موهبه او بقى مبدع، خلاص بيخش في تصنيف هيقدم لنا ايه؟ صعب جدا انك تقارن فنان حقق بفنان حقق.